مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة الأستاذ المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاب العلاوي على الأستاذ. أصدقائي وأعزائي، هذا المقطع راح نشرح فيه بعض الصفات العامة اللي من خلالها نميز الذكر عن الأنثى. هاي الصفات عامة نعتبرها احنا قواعد ثابتة، ولكن لكل قاعدة شواذ، يعني بعض هذه الصفات ما تنطبق على الطيور، لازم ناخذها بعين الاعتبار. يعني ما راح نعمم هاي الصفات بشكل عام، لكن هذه الصفات سهلة للهواة الجدد والمربين الجدد، ومن خلالها بكل سهولة راح يقدرون يحددون طيورهم. اليوم عندنا بالقفص هنا، هذا القفص ثابت للطور، الطور العلوازي مالتنا اللي قاعد هسه قاعد دا يبروز. هذا الطير هو قفصه، دخلنا عليه نثيه طور، نثيه طور احنا ايضا متاكدين من عندها مبيضه سابقا بالقفص. لما دخلنا نثيه على الفحل، الفحل راح يكون هذا سلوكه، مثل ما تلاحظون الفحل قاعد دا يبروز، يستعرض نشاطه، حركات غزليه حتى يعجب النثيه. شوفوا حركاته والرقصات اللي قاعد يؤديها قدام النثيه. اما النثيه ما راح تبادر باي شيء، مجرد راح تتفرج، لا راح تغرد ولا راح تبروز ولا راح كل شيء راح تسوي، مجرد راح بس تتفرج على الفحل. هنا اذا سوت طيوركم هاي الحاله، معناتها انتم عندكم فحل ونثيه. اما اذا بروزن اثنيناتهن، معناتها عندكم اثنيناتهن ذكور. اما اذا ما بروزن اثنيناتهن، او مرات هم يقرن طبيعي، يعني اثنيناتهن نسايه. هاي الصفات ثابتة وعامة، انه الفحل اكيد راح يبرز نشاطه ويبروز قدام النثية حتى يعجبها، مثل ما واضح بالفيديو. هذا المقطع الاول. المقطع الثاني راح نشرح به بعض صفات النثية، مثل ما هسه راح يظهر عندنا المقطع. هذا المقطع الثاني نشرح به صفات عامة والفرق عن الفحل. هنا الواضح بالتصوير عندنا النثية، نبدأ من منطقة الرأس. منطقة الرأس بكل الطيور تكون النثية يكون رأسها أصغر من رأس الفحل. بالبلابل نفس الحالة، بصورة عامة رأسها يكون أقل حجم من حجم رأس الفحل، يكون منقارها رفيع مثل ما واضح هسه تشوفون، ويكون أطول نسبيا من منقار الفحل. عين النثية تكون متقدمة بمقدمة الرأس، يعني قريبة على المنقار، مو مثل الفحل شوية راجعة، وتكون عين النثية لي فوق صاعدة ويا سقف الرأس، مو مثل الفحل شوية لي جوا. النثية ما تحتوي على لغلوغ، والسبب انه اللي قلت تغريدها واللي قلت لساناتها اللي تقسمهن مثل الفحل. عندنا منطقة الأكتاف للنثية تكون أرفع من الفحل، عندنا ذيل النثية يكون الذيل أقصر وريشاته أقل، الفحل يكون ذيله أطول وريشاته أكثر وأعرض. عندنا الصفار عند النثية، ريش الصفار ريش العجز يكون أقل نسبيا من ريش صفار العجز للذكر. بصورة عامة الفحل يكون والذكر يكون حجمه أكبر من حجم الأنثى. عندنا صفة ضرورية ان تميزوها، وهي كيفية وقوف النثية على المسثم. يعني مثل ما تلاحظون هسه عندنا النثية، احنا شوف الوقفة مالتها بشكل مائل ومستوى واحد، الذيل ويا الجسم يعني كأنما قطعة واحدة بشكل مائل. الفحل يكون باستقامة اكثر، والذيل ما يكون مستقيم ويا الجسم، الذيل يكون نازل مشكل زاوية منفرجة بوقفته. اما النثية لا، تكون مستقيم عدل على شكل مستقيم عدل، الذيل ويا الجسم عدل كله يكون، وتكون النثية كأنما مائلة على المشتم وأقل انتصاب بوقفتها. هنا عندنا النثية، هذا السلوك الثالث. النثية هي تبادر دائما بالتزاوج، هي اللي تبدي تجهز الفحل للتزاوج. انتبهوا على نقرة النثية وين قاعد تنقر. النثية تنقر على الغدة الدهنية اللي تقوم بالتلقيح للذكر. انتبهوا، عندنا الفيديو لكم، وانتبهوا على ذيل النثية شلون دا يرفع حتى تجهز روحها للتزاوج، وشون تحرك الفحل للتزاوج حتى يجهز.
فيديو واضح جدا، والنسايه دائما بالبلابل هي اللي تحرك الفحل واللي تجهزه للتزاوج. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو، وتحياتنا لكم.